المشروع هو عبارة عن مشروع إنجاز محطة لإزالة الأملاح بالمياه الجوفية المستخرجة من أثقاب واد النشف بالمنطقة الغربية للمدينة. الهدف من هذا المشروع هو تحسين جودة المياه الموزعة غرب مدينة وجدة. هذه الأحياء اللي قبل كانت كتشكى من المذاق ديال الماء اللي كان شوية شلوق، حاليا غادي يتمكنوا من تذوق ماء طبيعي بدون هذا المشكل ديال يعني في المذاق. هي محطه رائده من نوعها على الصعيد الوطني، بحيث ان القدره ديالها ديال الانتاج هي 150 لتر في الثانيه، وتستعمل تقنيه لوزموس انفيرس، التناطح العكسي، وغادي تكون عندها واحد تأثير جد إيجابي على السكنة ديال الأحياء الكائنة بغرب المدينة. كلفة المشروع تقدر ب 46 مليون درهم.